مرحبا بكم إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، نبدأها بالعناوين. لمن لا يجدون المال لدعم الجبهات، حملة حوثية تجمع الحبوب والعسل والمواشي من أهالي المحويت. وخبراء فرنسيون يبحثون عن إله جديد عبده اليمنيون قبل 2000 عام. صحيفة فرنسية تتحدث عن طفل يمني يعمل في المقبرة بعد أن كان حلمه أن يصبح طبيباً. قال مواطنون في المحويت لميليشيا الحوثي إنهم لا يمتلكون المال لدعم جبهات القتال، فطرحت لهم مقترحاً بدأت بتنفيذه مؤخراً، وهو أن من لم يمتلك مالاً فليقدم مواداً عينية أخرى. وعنون موقع الصحوانات الذي علق حول الأمر: الميليشيا تختلس 30 مليون وأكثر من نصف طن من العسل من أفواه الجوعى بالمحويت. وقال الموقع إن الحوثيين بدأوا حملة أطلقوا عليها القافلة الكبرى لدعم المقاتلين، وجمعوا بالإكرام مبلغ 30 مليون ريال بالإضافة إلى عدد من الأبقار والأغنام وأكثر من نصف طن من العسل. لم يكتفوا بذلك وفقا للموقع، بل جمعوا أيضا مع ما وجد مع المواطنين من الحبوب والمواد الغذائية من قبل أصحاب المحلات التجارية والمزارعين والنحالين وغيرهم. ويقول أحد التجار بمدينة المحويت أنه لا يكاد يمر يوم إلا والميليشيا على أبواب المحال التجارية تطلب دفع أتاوات تحت مسميات مختلفة. وثق مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي الانقلابية بحق المدنيين في مديرية كشر ومنطقة حجور بمحافظة حجة خلال الشهرين الماضيين. وعنون الموقع بوست: مركز حقوقي يوثق 8000 حالة انتهاك للحوثيين في حجور خلال شهرين. وأوضح المركز أن الميليشيا الحوثية قتلت 213 مدنيا، بينهم 24 طفلا و32 امرأة، وأصابت 496 مدنيا، بينهم 38 طفلا و63 امرأة. ودعا المفوضية السامية لحقوق الإنسان والأمم المتحدة إلى زيارة حجور والاطلاع على المأساة الإنسانية لمعرفة حجم الجرائم التي ترتكبها ميليشيا الحوثي ضد المدنيين. الانحطاط الأخلاقي والفوضى مبرران زائفان للاستبداد تحت هذا العنوان، كتب طارق أبو العينين ما قاله في صحيفة العربي الجديد. بنيت موجة الكراهية الجارفة للديمقراطية التي علت في أعقاب الربيع العربي على هذه العلاقة ما بين الاستبداد والانحطاط الأخلاقي وما يترتب عليه من فوضى مدمرة، إذ أخذت الجماهير غير المؤهلة للديمقراطية فرصة حقيقية لاختيار من يحكمها، إلا أن الإشكالية الأساسية في طبيعة تلك العلاقة تكمن في أيهما السبب وأيهما الأثر. تضلل السلطة المستبدة الجماهير بطرح ذاتها أثرا لحالة انحطاط أخلاقي راسخة ومتجذرة في المجتمع، ومن ثم يعكس وجودها معادلة تاريخية وأيديولوجية شاملة تتجاوز حدود سلطتها الضيقة، مستبطنة حالة الوعي الجماهيري العام. ومن هنا يمكن القول أن الاستبداد السياسي سبب في كل أشكال الانحطاط الأخلاقي، ولسيما أن تلك النظم قد احتكرت عقودا عملية التنشئة السياسية والأخلاقية للجماهير، فلم يكن مسموحا الحديث في الأخلاق أو السياسة إلا لأبواقها وجوقات نفاقها التي تردد دائما ما يخدم السلطة انتظارا لعطاياها، شأن غالبية النخبة الثقافية العربية التي بررت الاستبداد وما زالت تبرره، سواء باسم مواجهة الاستعمار إبان حقبتي الخمسينيات والستينيات أو بفعل فوبيا الخوف المرضي من الفوضى كما يحدث الآن. ومن ثم يمكن القول إجمالا بأن النخبة السياسية والثقافية المدافعة عن الدكتاتورية والاستبداد حرصاً على الأخلاق وخوفاً من الفوضى مطالبة بالإجابة عن سؤال أعتبره سؤال اللحظة حضارياً وسياسياً: كيف يمكن تصور حال الغرب المتحضر الديمقراطي الآن إذا ما انتصر خطاب أفلاطون وميكافيلي وهوبز على خطاب قادة الحداثة والتنوير؟ وكيف أصبح حالنا نحن العرب أخلاقياً وسياسياً بعد عقود من الاستبداد والديكتاتورية؟ كشف المركز القومي الفرنسي للبحث العلمي لايف ساينس عن قرص قديم من البرونز يعود تاريخه إلى 2000 عام من اليمن. نقشت كتابة تشير إلى معبد مفقود تابع لإله اسمه عطار عرمان، وهو إله لم يسمع به العلماء من قبل. وعنون موقع لايف ساينس:
معبد أثري يمني يثير الغموض حول هويته التاريخية. ونقل الموقع عن روبن وهو باحث فخري بالمركز القومي الفرنسي للبحث العلمي قوله إن اللوح البرونزي كتب بالنقش بلغة أهل سبأ، وهو مأخوذ من معبد مكرس للإله عطار عرمان، وأن البنا هو اسم مستخدم للمعبد. وقال روبن إن هذا الإله ومعبده لم يكن معروفا من قبل، وتشير بعض التفاصيل إلى أن هذا المعبد كان في جوار صنعاء وهي عاصمة اليمن، وأنه يعتقد أن اللوحة تعود إلى القرن الأول قبل الميلاد. وقال الموقع إن لوح البرونز الذي تم طرحه في الآونة الأخيرة من قبل شركة اسمها أرتيمس جاليري ومقرها في كلواردو يأتي مع عدد من الألغاز حول من هو هذا الإله وأين معبده الضائع ومن هم الأشخاص الذين تمت تسميتهم على اللوح وكيف وصل اللوح إلى الولايات المتحدة. وقال روبن إن النص يقدم بعض الأدلة مشيرا إلى أن عبارة أخرى مكتوبة بلغة سبأ اكتشفت في عام 1909 في موقع شبام الغراس تشير إلى أن البنا موجودة في شبام الغراس. يقول المركز القومي الفرنسي للبحث العلمي لايف ساينس إن اليمن في حالة حرب أهلية منذ 2011، وقد أثار المجلس الدولي للمتاحف مخاوف من تعرض القطع الأثرية من اليمن للنهب وبيعها في السوق السوداء، مشيرا إلى أنه في يناير 2018 نشر المجلس قائمة حمراء بأنواع التحف الثقافية من اليمن التي يمكن نهبها من البلاد. عن أطفال اليمن تحدثت صحيفة الشرق الأوسط وكيف تحولوا إلى لعبة بين أيدي الميليشيا، وعنوان الصحيفة إدانة أممية لانتهاكات حوثية ضد أطفال اليمن. وقالت الصحيفة إن الحوثي جند ما يزيد على 23 ألف طفل لإشراكهم في العمل الحربي بصورة مخالفة للاتفاقيات الدولية وقوانين حماية حقوق الطفل، حيث يتعرض الأطفال في اليمن للعديد من الانتهاكات الجسيمة. أكدت فيرجينيا جامبا الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالأطفال والنزاع المسلح أن الحوثيين لم يتخذوا أي إجراءات لحماية الأطفال في اليمن وارتكبوا انتهاكات كبيرة بحق الطفولة، كاشفة عن إطلاق حملة دولية حول المخاطر التي يتعرض لها الأطفال في النزاع المسلح. انتصار الهوية تحت هذا العنوان كتب المفكر المعروف فرانسيس فوكاياما مقاله الهام الذي ترجمت الغد بعضا من فقراته، وفيها بحلول الثمانينيات كانت المجموعات التقدمية في كل أنحاء العالم المتقدم تواجه أزمة وجودية. كان أقصى اليسار في النصف الأول من القرن يعرف بالمثل العليا للماركسية ورؤيتها للمساواة الجذرية، وكان لدى اليسار الديمقراطي أجندة مختلفة، ففي حين قبل بالديمقراطية الليبرالية فقد سعى إلى توسيع دولة الرفاه لتغطي عددا أكبر من الناس وإلى توفير المزيد من الحماية الاجتماعية، لكن كل من الماركسيين والاجتماعيين الديمقراطيين أملوا في توسيع المساواة الاجتماعية الاقتصادية من خلال استخدام سلطة الدولة عن طريق توسيع الوصول للخدمات الاجتماعية لكل المواطنين وإعادة توزيع الثروة. بينما كان القرن العشرون يدنو من نهايته أصبحت محدوديات هذه الاستراتيجية واضحة. ترتب على الماركسيين مواجهة حقيقة أن المجتمعات الشيوعية في الصين والاتحاد السوفيتي تحولت إلى ديكتاتوريات غاشمة وقمعية، وفي الوقت نفسه أصبحت الطبقة العاملة في معظم الديمقراطيات الصناعية أكثر ثراءً وشرعت بالاندماج في الطبقة الوسطى، وسقطت الثورة الشيوعية وهدف إلغاء الملكية الخاصة من الأجندة، كما وصل اليسار الديمقراطي الاجتماعي أيضاً إلى طريق مسدود عندما اصطدم هدفه المتمثل في التوسيع المستمر لدولة الرفاه بواقع القيود المالية خلال عقد السبعينيات المضطرب. وسجابت الحكومة بطباعة النقود وهو ما أفضى إلى التضخم والأزمات المالية، وكانت برامج إعادة التوزيع تتسبب في خلق حوافز ضارة أحبطت العمل والمدخرات وتأسيس الأعمال، مما أدى إلى تقليص كل الكعكة الاقتصادية. وظل انعدام المساواة راسخا بعمق على الرغم من الجهود الطموحة للقضاء عليه، مثل مبادرات المجتمع العظيم التي قدمها الرئيس الأمريكي ليندون جونسون. ومع تحول الصين إلى اقتصاد السوق وانهيار الاتحاد السوفيتي، انهار اليسار الماركسي إلى حد كبير، وترك الديمقراطيون الاجتماعيون ليصنعوا سلامهم الخاص مع الرأسمالية. تحاول صحيفة أكتو أورانج الفرنسية تسليط الضوء على المأساة في اليمن، وتضع عنوانا لافتا لتقرير ترجم خصيصا لقناة بلقيس: اليمن من المدرسة إلى المقبرة،
الوظائف الصغيرة لأطفال الحرب. والصحيفة تتحدث عن فتى يمني يمشي أحمد الحمادي حافي القدمين مرتديا قميصا مقلما أزرق من المدرسة إلى مقبرة في العاصمة اليمنية صنعاء، حيث يقضي الساعات التالية في العمل من أجل بقاء أسرته. يمر الطفل البالغ من العمر 13 عاما عبر المقبرة، حيث توجد مقابر مكتظة جدا ومغطاة بالأعشاب الضارة، يحمل الماء على كتفيه الصغيرتين ليسقي النباتات ويزيل الغبار عن شواهد القبور مقابل مبالغ صغيرة دفعتها عائلات الموتى. قال أحمد: ننتظر دائما المواكب الجنائزية، وإذا لم يمت أحد فنحن نلعب حول القبور. ويعتبر أحمد واحدا من بين ملايين الأطفال الذين يكافحون يوميا للبقاء في المدارس ومساعدة أسرهم في اليمن. وتضيف الصحيفة: أحمد محظوظ، فما زالت مدرسته تفتح أبوابها للتلاميذ في صنعاء، ولكن بما أن والده لم يستطع العثور على وظيفة فقد توجب عليه مساعدة أسرته، فقد مارس أولا التجارة في الشوارع قبل أن يتحول إلى المقبرة كملاذ أخير. هناك فتى آخر تذكره الصحيفة، فقد تحول ياسر الأرحبي البالغ من العمر 15 عاما إلى المقبرة للعمل بعد إصابة والده بجلطة، ووضع على الرف حلمه في أن يصبح طبيبا. كل يوم يذهب إلى المدرسة حتى الظهر، ثم يذهب إلى المقبرة بعد الغداء. يولي ياسر اهتماما خاصا للصبار والأزهار المزروعة على القبور، مستغرقا بعض الوقت لسقيها، ويبدو سعيدا بعمله الصغير المقابر مكتظة بالزوار. علق الكاتب غسان شربل حول حدثين مهمين في الشرق الأوسط، وقال في جزء من مقال نشرته صحيفة الشرق الأوسط: خبر مفرح أن تعلن هزيمة داعش وأن يشطب من الخريطة التي تحصن فيها، لكن السؤال الأهم هو: هل تعلمنا من التجربة المريرة والطويلة؟ أم أن السياسات التي أنجبت هذا التنظيم الرهيب ستتسبب في إنتاج وريث له أشد خطورة وهولة؟ ثم إنه لا يمكن إنكار أن داعش ترك بصماته على المسرح الذي استباحه قبل 3 سنوات، وتسبب في تكريس ظاهرة الميليشيات والجيوش الصغيرة الجوالة التي اغتنمت فرصة محاربة داعش للتحول إلى جيوش موازية دائمة. لا يبتعد الشرق الأوسط عنها مهما ابتعدت عنه. الولادة في ذلك الجزء من العالم تمهرك بقلق لا ينام، حتى لو حاولت ارتداء روح السائح والتمتع بمشهد الغروب في بلاد مانديلا. خبر كبير آخر: إعلان الرئيس دونالد ترامب أن بلاده قررت الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان، والخبر يعني بالتأكيد تغييراً كبيراً في السياسة الأمريكية حيال هذا الملف الذي حاولت واشنطن على مدار عقود لعب دور الوسيط فيه. لهذا القرار أثمانه وانعكاساته بالنسبة إلى النزاع المتجذر في المنطقة، وله تبعاته بالنسبة إلى القفز فوق قرارات الشرعية الدولية. لا يبتعد الشرق الأوسط عنها مهما ابتعدت عنه. كما لو كانت عبارة عن شهادة تخرج، منح الرئيس الأمريكي اعترافا بجزء من خارطة سوريا ليضمها إلى خارطة مشتعلة أصلا. وقد كان هذا أبرز حدث تناولته الصحافة العالمية، حيث عنون موقع البي بي سي: دونالد ترامب يوقع قرارا يعترف بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان. اعترف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسميا بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان المحتلة من سوريا في عام 1967، في خطوة أشاد بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وصفها بتاريخية. وظهر نتنياهو الذي يستعد لخوض انتخابات إعادة ولايته الشهر المقبل إلى جانب ترامب وهو يوقع القرار. ويقول موقع البي بي سي: كانت إسرائيل قد ضمت مرتفعات الجولان إلى أراضيها عام 1981 في خطوة لم تحظ باعتراف دولي، لكن ترامب كشف الأسبوع الماضي عن اعتزامه تغيير عقود من السياسة الأمريكية. وكانت إسرائيل قد احتلت معظم مرتفعات الجولان من سوريا بين حرب يونيو وحزيران 1967، وأحبطت مساعي سوريا لاستعادة المنطقة خلال حرب عام 1973. وتقع المنطقة على بعد نحو 60 كيلومتر جنوب غربي العاصمة السورية دمشق، وتضم مساحة تصل إلى نحو 120 كيلومتر مربع. قال الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس: كان عندي برنامج مكثف، كنت سأستضيف العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني على مأدبة عشاء، لكن لم تبقى هناك حاجة لذلك. لقد بدا الرئيس الروماني غاضبا من إلغاء ملك الأردن زيارة مقررة إلى رومانيا،
ولكن ما هو السبب؟ وفقا لصحيفة القدس العربي فإن الرئيس الروماني قال إن جهل الدانشيلا ألغى زيارة ملك الأردن لبوخارست. ولكن من هي المرأة التي تسببت بإلغاء زيارة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني؟ إنها رئيسة وزراء رومانيا فيكورا دانشيلا، حيث تقول القدس إنه بينما كان ملك الأردن يعد لزيارة رومانيا، أعلنت دانشيلا عزمها نقل سفارة بلادها من تل أبيب إلى القدس المحتلة. ذلك أغضب الرئيس الروماني واتهم يوهانيس رئيسة وزراء بلاده بالجهل بالسياسة الخارجية، معربا عن حزنه إزاء إلغاء الزيارة. وأضاف الملك انزعج بالذات من تصريحات دانشيلا في الولايات المتحدة، لقد استطاعت رئيسة الوزراء تدمير السياسة الخارجية. عدد من الصور توثق لأهم الأحداث كما نشرتها صحيفة الجارديان البريطانية، ونتابعها في جولتنا المصورة لهذا اليوم. تقول الريشة ما لم تقله الكلمات، وقد ذهب فنان الكاريكاتير للتعبير عن آرائهم ونقد الظواهر السياسية والاجتماعية عبر ألوانهم بدافع الخوف أولا، ثم أصبح فنا يوميا يحمل الرسائل. نتابع عددا من الرسوم. بهذه المجموعة من الصور ورسوم الكاريكاتير نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.